يمكن تكون أو يكون السيزن الأخير اللي يظهر معايا أسماء أو معظم أسماء لاعبتنا المصرية المحترفة في الخارج مع شعار وألوان وأسماء الأندية اللي بيلعبوا ليها. والبداية طبعا مع نجمنا محمد صلاح نجم ليفربول اللي للأسف يمكن خلاص طلعوا رسميا من المنافسة، أو مش من زمان الحقيقة، هم بعاد عن المنافسة على الدوري الإنجليزي. محمد صلاح شارك في مباراة ليفربول الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بالتعادل 3-3. صلاح لعب لمدة 90 دقيقة، كان ليه خلالها محاولة وحيدة على المرمى، 2 نجح في المرتين، وتمريراته 23 تمريرة بنسبة دقة 74%، تمريرات مفتاحية 2. تقييمه في المباراة دي كان 7.2 درجة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام الولفز أو وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، وليفربول حاليا ما زال في المركز الثالث وضمن مقعد ليه في الشامبيونز ليج السنة اللي جاية برصيد 79 نقطة. 79 نقطة. بمناسبة بس ليفربول، احنا بنتكلم على فرقتين طبعا في الدوري الإنجليزي عشان تعرفوا حجم المنافسة، نتكلم على فرقتين في الدوري الإنجليزي ممكن يكسروا أو يعني يوصل الفائز بالبطولة لرقم 91 نقطة، وده رقم إعجازي وتاريخي في البريمير ليج، ويكون الوصيف عنده 89 نقطة وهو الأرسنال. أرسنال ممكن يوصل ل 89 نقطة في الدوري ومع ذلك ما يحققش لقب البطولة، نتكلم على منافسة طبعا على أعلى مستوى. نروح لأينتراكت فرانكفورت، وزي ما صلاح ممكن يكون آخر موسم ليه مع ليفربول، الأكيد أنه عمر مرموش الموسم القادم لن يكون على قائمة أينتراكت فرانكفورت. في الموسم ده طبعا تألق بشكل كبير جدا ولفت أنظار عدد كبير جدا من الأندية، وفيما يبدو أن وجهته اللي جاية هتكون الدوري الإنجليزي. عمر مرموش شارك في تعادل أينتراكت فرانكفورت مع بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني بنتيجة 1-1، شارك لمدة 90 دقيقة، كان ليه خلالها محاولتين على المرمى، 5 مراوغات نجح عمر في 3 منهم، تمريراته 28 تمريرة بنسبة دقة 68%، اتحامات أرضية 15 كسب منهم 6، تقييمه في المباراة دي كان 7.1 درجة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام لايبزيج بالدوري الألماني، وحاليا فرانكفورت في المركز السادس في البونز ليجا برصيد 48 نقطة. وثالثهم مصطفى محمد مهاجم اف سي نونت الفرنسي. مصطفى الحقيقه برضه قدم موسم كانت بدايته يمكن فيه اقوى من نهايته بشكل كبير، لكنه نجح ايضا في لفت عدد من انظار الانديه الانجليزيه، ويبدو برضه انه نونت السنه دي هتكون اخر محطات مصطفى محمد، ممكن تكون وجهته اللي جايه داخل الدوري الفرنسي بس مع فريق اكبر شويه من نونت، او يتجه لايضا واحد من الدوريات الخمسه الكبرى. مصطفى محمد شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي واجهوا فيها ليل وانتهت بخساره نونت بنتيجه 2-1، مده مشاركته كانت 90 دقيقه، محاولات على المرمى مره وحيده، تمريرات 12 بنسبه دقه 92%، التحامات هوائيه 6 كسب منهم 3، تقييمه 6.7 درجه، والمباراه اللي جايه نونت هتكون امام موناكو في الدوري الفرنسي، ونونت حاليا في المركز ال 14 في الليج ان برصيد 33 نقطه، وضمن البقاء في منافسات الدوري الممتاز الفرنسي او الليج ان الموسم القادم. نروح لألانيا سبور، أحمد حسن كوكا طبعا اللي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي كان بيواجه فيها بشكتاش، وانتهت المباراة دي بالتعادل بنتيجة 1-1 في الدوري، مدة مشاركة كوكا كانت 26 دقيقة بس، كان ليه خلالهم هدف فريقه الوحيد، وكان ليه خلالهم أيضا محاولتين على المرمى، تمريرات عددها 8 بنسبة دقة 75%، تقييمه في الماتش كان 7.3 درجة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام سامسون سبور في الدوري، وألانيا حاليا في المركز السابع برصيد 50 نقطة. نروح لروسيا، روستوف الروسي طبعا إياد العسقلاني المدافع المصري اللي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي كان بيواجه فيها روبن كازان في الدوري الروسي، وانتهت بخسارته بنتيجة 3-1، مدة مشاركة إياد كانت 24 دقيقة، كان ليه خلالهم التحامات أرضية 2 لكن ما وفقش فيهم، التحامات هوائية 1 أيضا لم يوفق فيها، خسر الكرة 3 مرات، تمريراته 9 بنسبة دقة 67%، الكرات الطولية 1 مرة وحيدة أو هي كرة طولية وحيدة نجح فيها، وتقييمه في المباراة 5.5 درجة،
والمباراه اللي جايه هتبقى امام بالانيكاس في الدوري الروسي، وروستوف حاليا فريق اياد العسقلاني بيحتل بالتيكا الروسي في الدوري الروسي والمباراه اللي جايه هتكون امامهم، وروستوف حاليا في المركز التاسع برصيد 9 نقاط. طيب نروح لصربيا، نوفي بازار، عمر فايد طبعا المدافع المصري، وعمر الحقيقه بيلعب طبعا يعني على سبيل الاعاره لفريق نوفي بازار، شارك في فوز فريقه على اي ام تي في الدوري الصربي بنتيجه 1-0، لعب المباراه بالكامل 90 دقيقه، كان ليه خلالها التحامات ارضيه 10، قدر يكسب منهم 5، التحامات هوائيه 1 ونجح فيه، والتمريرات 46 بنسبه دقه 80%. كرات طولية 10 مرات نجح في 6 منهم، ومراوغات 3 كسب 2 منهم، واعتقد ارقامه كويسه بشكل كبير في المباراه، وتقييمه على مستواه في المباراه دي كان 7.2 درجه. المباراه اللي جايه هتبقى امام فريق بانسيفو، فريق بانسيفو في الدوري الصربي، ونوفي بازار حاليا في المركز التاسع برصيد 36 نقطه. طيب كده خدنا جوله عن لاعبين محترفه، وفاضل يبقى لنا محمد شريف مهاجم الخليج السعودي. محمد شريف شارك في مباراه فريقه الاخيره وانتهت بالخساره للاسف امام الوحده بنتيجه 2-1، لاعب اساسي وشارك لمده 90 دقيقه، خلالها كان سجل هدف فريقه الوحيد، هدف الخليج الوحيد في المباراه، وكان ليه ايضا 3 محاولات على المرمى، تمريراته 10 تمريرات بنسبه نجاح او دقه 100%، التحامات ارضيه 10 كسب منهم 7، التحامات هوائية 3 كسب منهم 1، وقع في التسلل مرة وحيدة وخد تقييم 7.2 درجة في المباراة. والمباراة اللي جاية مباراة صعبة طبعا للخليج أمام الاتحاد في الدوري، والخليج حاليا فريق شريف بيحتل المركز ال11 برصيد 36 نقطة.